اهلا اهلا اهلا. طب بشرى غير ساره لجميع المدخنين، شركه شرقيه للدخان قررت او اعلنت ارتفاع اسعار السجائر الشعبيه 4.5 جنيه بدايه من النهارده، وبالتالي تبقى بشرى غير ساره للمدخنين، نشجعهم فيها على الاقلاع عن التدخين، بس مش عايزين نخسر الشركه. مش عارف بقى ايه هاني بامان هيتضايق ان احنا بنقول الناس تقلع عن التدخين ولا لا، الواحد بيبقى في حيره في حاجات زي كده، مش كده ولا ايه هاني بيه؟ اهلا اهلا بيه، ازي حضرتك؟ ازاي الصحه؟ ايه الاحوال؟ كل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله، تكون عيله سعيده بالصحه جميعا والسلامه. ان شاء الله. اللهم امين. ايه السر ورا الزياده الجديده دي؟ تاني زياده السنه دي. والله بص حضرتك، انا عايز اقول لحضرتك احنا متاخرين دايما في موضوع رفع الاسعار، احنا ما بنرفعش السعر الا لما بيكون بجد لازم نرفع السعر. حضرتك كلنا عارفين ان حوالي 90% تقريبا من مكونات السيجاره كلها مستورده من الخارج، وبالتالي المكون الدولاري عندي عالي قوي، وحتى الحاجات اللي بنشتريها محلي بيبقى جاي من اساسها بيبقى مستورد من الخارج، الورق يعني حتى اللزقه، حتى لان احنا بنجيب حاجات متخصصه جدا غذائيه يعني، فبالتالي كان تغير سعر الصرف من 31 جنيه الى ما يقارب ال 50 جنيه، احنا ما تحركناش من ساعتها، يعني احنا تحركنا دلوقتي بس لما حسينا ان هو انه مش هينفع نكمل، يعني مش هنقدر نكمل اكتر من كده. في اوقات بنقدر نابزورب او نقدر نمتص زيادات معينه بطرق معينه بطريقه معينه، لكن لما يبقى تقريبا الضعف ده مستحيل ان احنا ناخده جوه نغطيه داخليا يعني. لكن في نفس الوقت حضرتك لما تلاحظ ان احنا الزيادات كلها بسيطه، يعني نظريا بسيطه 12% تقريبا او 13% تقريبا زياده، وسعر العلبه بتاعتنا ما زال الرسمي ما زال يعني في الحدود الطبيعيه للاسعار، يعني احنا بنسمع ان اسعارنا في يعني بره السعر الرسمي ما زالت اعلى من كده، لكن يعني احنا ما زلنا بنسيطر وبنحاول على قدر الامكان نحتوي السعر بحيث انه يكون في اقل ما يمكن. طب انا يمكن هنا عندي كذا سؤال، اول سؤال، هل رفع السعر بيأثر على حجم المبيعات؟ دي الحقيقه اكتشفنا انها ده غير حقيقي. المدخن لما علبه السيجاره بتاعتنا طلعت من احنا كنا بنبيع ب 24 جنيه لو حضرتك تتذكر السنه اللي فاتت، ووصلت ل 50 و60 جنيه وما زلنا بنبيع، والمستهلك الدخان يمكن مختلف عن المستهلكين الصناعات الاخرى، لا مرتبط بالسيجاره ومرتبط بالعلبه بتاعته ومرتبط بالكميات اللي هو محتاجها، مرتبط عنده لويالتي للبراند بتاعه، وبالتالي لا ما شفناش الحقيقه انه بيحصل انخفاض في الكميات المنتجة نتيجة ارتفاع الأسعار. طيب. يعني أنا بقالي في الشركة 6 سنين لم يحدث هذا على الإطلاق. ماشي، هنا يجي سؤال، أنا إمتى هلاقي سعر موحد للسجاير في أي حتة؟ أروح الكشك، أروح محل، أروح محطة بنزين إلى آخره، ألاقي السعر واحد زي زمان؟ بص حضرتك إحنا بنخطط إن الكلام ده يحصل قريب قوي. اللي حصل ان احنا طبعا لا يخفى على الجميع انه كان حاصل ازمه دولاريه في توفير الدولار والمواد الخام الخارجيه، ده مش سر يعني، دي حقيقه كل الدوله يعني وصلنا في مرحله من المراحل كنا يعني كلنا عارفين اللي بيحصل يعني، لم ما قدرناش ان احنا نجيب المواد الخام بطريقه التبغ في الوقت اللي كان المفروض نشتريه فيه، والتبغ ده محصول بيطلع في وقته ويتباع في وقته وبيخلص، واخد بال حضرتك ازاي؟ النهارده الحمد لله نقدر نقول انه التحرك اللي حصل من الدوله والصفقه تصل الحكمه والوضع الاقتصادي اتغير تماما، توفرت المواد الدولار والحمد لله شغالين عليه دلوقتي والتعاقدات شغاله، المواد الخام هتوصل في اول ما هتوصل يعني هنغرق الدنيا يعني. احنا انتوا متوقعين ده على امتى؟ مساله انه السعر يبقى متساوي، اروح اي حته الاقي نفس السعر، يعني نتصور انه يعني هو احنا ابتدينا دلوقتي طبعا من يعني من الاسبوعين الثلاثه اللي جايين هيبقى الفرق بيقل، ومن شهر 7 8
يعني هتبقى اللي عايز علبه هنديله خرطوشه يعني، واللي عايز خرطوشه هنديله كرتونه يعني، قريب قوي اول بس من المواد الخام كلها تبدا توصل. وده المنتظر ان هو احنا النهارده زي ما قلت لحضرتك بدخول المستثمر الاماراتي الحمد لله قدر ان هو يوفر لنا كميات كبيره من الدولار. حلو. بس احنا ما لقيناش التبغ اللي احنا زي ما قلت لحضرتك ده محصول. لما جينا نشتري ما كانش موجود، مستنيين بقى الحصاد، الحصاد ابتدى يحصل، بيتجهز بيتشحن، هيوصل اول ما يوصل هتبقى ده الوقت المناسب اللي هنبقى فيه توفر الدخان والسجاير في كل مكان. والحقيقه احنا الخطه بتاعتنا وخطه المستثمر الاماراتي شركه جلوبال ان احنا ان الشركه الشرقيه ترجع اقوى من زمان، يعني اذا كنا اقوياء زمان وكنا موجودين ومسيطرين على السوق وبحصه سوقيه، احنا كنا عندنا 72-75% من السوق. هو مصمم ان هو ان احنا هنرجع هذه العوده سترونج كامباك، يعني هي عوده قويه، والشركه الشرقيه هترجع تاني تسيطر على السوق، وهي اللي هتبقى متحكمه في الاسعار، هي اللي هتبقى مسيطره على تواجد المنتج في كل مكان. وبالتالي احنا الحمد لله نظام التوزيع بتاعنا من افضل، من اكبر نظام توزيع موجود في الشرق الاوسط، محدش في الشرق الاوسط بيوزع قدنا ومسيطرين تماما. بس كانت المشكله زي ما قلت لحضرتك هو مش سر، هو يعني دي كانت حقيقه يعني. وبالتالي بتوفر المواد الدولار، بتوفر المواد الخام، بتوفر المنتج، هنبدا نسيطر تاني ونرجع تاني. ده هتبقى الحلقه الاولى من عوده الشركه الشرقيه لتسيطر على سوق الدخان في مصر. بس كان في عامل في النص يعني، وهو اسم شهير مشمش، انه كل المنتجات اللي بتطلع مش مخبيها ومعطش بيها السوق. لا يا فندم، انا يعني الحقيقه يعني طبعا علاقتنا بمشمش هو علاقه تجاريه بحته. هو مشمش لو توفرت السجاير في كل مكان مش عارف يعمل حاجه. هي اي ندره بتؤدي الى زياده سعريه، ودي حاجه احنا عارفينها في كل الاصناف اللي حصل فيها اوفر برايس خلال الفتره اللي فاتت. العربيات شفنا حصل فيها ايه، مجرد توفر الدولار العربيات جت الاوفر برايس نزل. وخلافه بقى يعني، وكل ده زيه زي غيره يعني. مش تاجر، انا اتقابلت معاه واتكلمنا مع بعض. هو زي ما قلت لحضرتك هو تاجر زيه زي بقيه التجار اللي في مصر يعني، اللي هو توفرت عنده البتاع هيبيعها لانه ما يقدرش ياخدها ويخزنها، لان السجاير برضه زي المواد الغذائيه يعني، لو تخزنت زياده عن اللزوم تبوظ يعني هتبوظ، ليها اكسبايري. والمنتج بتاعنا احنا كمان، هل عندنا اي خطوط متوقفه، اي ماركه، اي صنف من الاصناف متوقف؟ يعني في بعض الاصناف مختفيه من السوق مش لاقيينها. انا مسؤول عن الشركه الشرقيه بتنتج منتجاتها اللي هي كليوباترا واخواتها. أيوة. واحنا الحقيقه بننتج كل المنتجات بنفس يعني بنفس النسبه لكل، ومتواجدين على طول. اذا في حاجه ما اعرفش ايه اللي مش متوفر الحقيقه، انا ما سمعتش عن حاجه مش متوفر، لكن هي موجوده. وان كانت اذا كان في حاجه قليله دي حاجه تانية، انما هي كل الاصناف اللي انا عارفه ان هي موجوده حتى عندنا ويعني الشركات الاخرى اللي موجوده في مصر، ان احنا على يعني احنا على اتصال دائم يعني يعني بطبيعه الصناعه يعني، سواء بيصنعوا عندي في الشركه او ان احنا يعني حتى الرخصه الثانيه احنا شركاء في الشركه الشرقيه، شريكه في الشركه المتحده اللي هي بتصنع المنتجات بتاعت فيليب موريس. لا ما سمعتش انه في حاجه منقطعه، لكن اي انقطاع فهو شيء طبيعي يعني. الصناعه كلها فيها زي ما قلت لحضرتك حاجات رايحه جايه يعني في اي صنف بيخلص لاي سبب ما يؤدي الى توقف انتاج، لكن مش توقف نهائي، هو بيبقى يعني عادي يعني في الصناعه وفي التجاره وفي اللوجيستكس اللي بتحصل اللي هي توريد المواد، الامداد والتموين بتاع المواد الخام. ممكن حاجه تتاخر في احد المواني مثلا، بيحصل اللي حصل في باب المندب انه لو حصل طبعاً. بعض المراكب بتلف النهارده، او يعني المراكب اللي بتلف في راس صالح بتاخد لها اسبوعين ثلاثه زياده عن الوقت الطبيعي اللي احنا كنا واخدين متعودين عليه. ده يعني ده كل ده ممكن مؤثرات يعني طبيعيه ولحظيه وبيتم التعامل معاها وخلاص. يعني نقول اسبوع اسبوعين ثلاثه وتنجلي الازمه؟ تبدا تنجلي. ايوه انا احب الدقه. تبدا تنجلي. متفقين. تبدا تنجلي بالظبط كده يعني. الحمد لله احنا النهارده يعني راجعين من العيد بنبيع الحمد لله كمياتنا، وهنبدا هنفضل مكملين بتوفر زي ما قلت لحضرتك المواد الخام الى
الدولة أو يعني إلى مصانعنا، هنبدأ ننتج نزود الكميات، هتبدأ ننتشر، هنبدأ نبيع أكتر ونبدأ نغطي إلى أن نصل زي ما قلت لحضرتك يعني إحنا البيك بتاعنا ده الهدف. احنا بنشتري دلوقتي دخان من كل مكان، من اي حته، من اللي عنده 2 كيلو بناخدهم يعني. يعني طبعا احنا بنشتري بالاطنان طبعا، يعني مش بنشتري بالكيلوات طبعا. لكن الناس تقول انه اللي عنده اي حاجه موجوده بنشتريها فورا وبندخلها خطوط الانتاج وعلى طول. ده الهدف بتاعنا الحقيقه، ان احنا زي ما قلت لحضرتك التعليمات او التوجيهات اللي خدناها من المستثمر الاماراتي جلوبال في هذا الموضوع، ان الشركه الشرقيه لازم ترجع تاني كما كانت بل اقوى، ودي هتكون زي ما قلت لحضرتك الحلقه الاولى من عوده الشركه الشرقيه وسيطرتها على سوق الدخان في مصر باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يعني بيه، وكل سنه وحضرتك طيب، متاخره شويتين، ربنا يخليك. كل الشكر لهاني بيه امان، رئيس الشركه الشرقيه للدخان. طيب.